السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى مع بعض حاجة جميلة جدا بالفول الاخضر، يا رب بقى تعجبكم باذن الله تجربوها. بس لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وتفعيل الجرس. وبشكر جدا يا جماعة اللي بيدالي في الكومنتات، اللي بيقول لمامتي ربنا يشفيها يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويجازيكم خير يا رب. ويلا بينا بقى نبدأ وصفتنا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجة عندي بجيب الفول، كلنا عارفين طبعا ان الفول قرب يخلص، فاحنا عايزين نلحقه بوصفة كده، ايه شوية وصفات كده سهلة وجميلة جدا، وايه ممكن برضو نفرزه مع بعض ونخزنه. لو حابين ابقوا اكتبولي في الكومنتات وانا ايه اقول لكم الطريقة وبنخزنه ازاي وكده ونخزنه مع بعض. طبعا عندي الفول موجود دلوقتي في السوق، موجود اسعار رخيصة جدا. بصوا، بتجيب الفول بتنقيه على حسب، بصي بتلاقيه لونه اخضر ومفيهوش حاجات من دي كتير، تبقى حاجات بسيطة جدا، لو مفيش تكون احسن برضه لانه بيكون افضل معاكي. اما بتيجي تنقيه بتنقي الفول اللي هي الناشفة كده، بصي بتلاقيه فيها كتير، ما تنقيهاش فاضية، لازم تنقيها تنقيها فيها فول كتير بتاع ده. بعد كده بعد ما بتنقيها طبعا فيها فول كتير، نبدأ بقى نعملها. طبعا عشان الفول بتاعك يطلع كويس جدا، على قد ما تكون الفولة صغيرة كل ما يكون احسن، واحسن جدا في الوصفة دي كمان. اول حاجة عندي هعملها ان انا همسك الفول من الجزء ده كده اهو، الحتة دي، وهروح قطعها اهي، والجزء ده كمان وهروح قطعه بالشكل ده كده، وهروح سحبها معايا كده اهي، شايفين ازاي؟ اوريكم على واحدة تانية وبعدين اكمل انا اهو، واسحبي، والناحية التانية برضو، وتروحي سحبة. الخط ده احنا مش محتاجينه في الفول خالص. ودلوقتي طبعا بعد ما خلصتهم كلهم وبقوا معايا بالشكل ده، ببدأ بقى امسك الفول اقطعه كده. بصي بتقطعيه على قد حجم الفولة الموجودة عندك اهي كده، على قد حجم الفولة، الزيادة دي مش محتاجينها في حاجة. احنا في الاخر يا جماعة محتاجين الفول وبس، مش عايزين الورق بتاعه ده في حاجة. هي الوصفة دي يعني احنا بنعملها كده بس، الورق ملوش لازمة، او الجزء الاخضر اللي بيبقى فيه ده ملوش لازمة، بصي فاضي، احنا عايزين الورق الفول وبس. بنبدأ نقطعه كله بالشكل ده على حجم ايه الفولة. طبعا كل ما يكون اطرى كل ما يكون افضل بكتير. ودلوقتي بقى انا خلاص قطعت الفول معايا بقى كله بالشكل ده، تعالوا بقى نطلع النار ونشوف هنعمل فيه ايه. يلا بينا. ودلوقتي بقى هعمل ايه، هبدا انزل بالفول كده معايا، بسم الله. الطاسه طبعا عندي تكون سخنه، وهحط فيها شويه زيت صغيرين اهو كده، حبه صغيرين جدا ما تكتريش، تديها تشويحه كده بسم الله عشان تسويه معاكي كويس ويبقى ايه يديكي طعم جميل جدا. تبيه يتشوح كده ويتحمص معاكي شويه كده في الزيت. ايه شايفين كده؟ تخليه، عارفين تحسوا ان هو ايه، بصوا بياخد تشويحه ازاي، احنا عايزينه بقى يتشوح كله بالشكل ده عشان لما تيجي تاكليه تلاقيه مستوي من جوه ومن بره. طبعا دلوقتي بقى بعد ما شوحت الفول بقى معايا بالشكل ده، هنزل عليه بصله كده صغيره واخليها تاخد تشويحه برده معاه كويس جدا. هحط عليها بقى رشه ملح ورشه كده من الفلفل الاسمر، اهي رشه الملح ورشه الفلفل الاسمر، هتديلي طعم جميل جدا الفول. حط رشة الكمون بس الاول تتحمص معاهم، وبعد كده الفلفل الاسمر، اديهم بقى تشويحة كويسة كده كلهم مع بعض بسم الله. لو احتاجي الزيت ممكن تحط لها نقطة كمان مش اكتر. ودلوقتي بقى يا جماعة بدأت تتشوح معايا كده كويس، هبدأ بقى اعمل ايه، هديها معلقة كده صغيرة من الثوم المهروس، الكمية دي في حدود معلقة صغيرة، وهديها برضو تشويحه كده كويسه جدا معاهم لحد ما نضيف المكون الاخير بتاعنا اللي هيغير طعم الفول وهيديله ريحه وطعم اكتر
ويزودوا قيمة غذائية معانا. طبعا دلوقتي بقى هبدا اضيف شويه ميه كده صغيرين، بسم الله، حبه صغيرين يا دوب بس يستوي فيهم الفول مش اكتر. احنا كده عطينا له تشويحه، هنسيبه بقى يتسلق في الميه دي ويستوي معانا كويس جدا في الميه اهو كده. هغطي عليه بقى لحد ما يستوي، وبعد ما يستوي هوريه لكم وهتشوفوا شكله هيكون عامل ازاي. وهنضيف برده المكون الاخير ليه بعد السوا، او حتى مش بعد السوا يعني، يوصل بس لنصه وبعد كده ايه هنضيف المكون الاخير. ودلوقتي بعد ما غليت معايا وبقت بالشكل ده كده، هنبدا بقى نعمل ايه اهو. شايفين بقى استوت معايا ازاي؟ عايزين نشوف بقى الفول من جوه استوى ولا لسه. اهو كده شايفين اهو برده لسه، بس يعني ايه اللي بره طبعا اخد تسويه. هنبدا نديها تشويحه تانية كده، بسم الله. نبدا بقى ننزل ايه بالخضره بتاعتنا، كزبره وبقدونس، تديها نكهه جميله جدا وطعم وريحه روعه بصراحه. هديها تشويحه برده يا جماعه معاهم، هديها تشويحه برده معاهم كده كويس، وبعد كده ايه هغطي عليها برده لحد ما تستوي معايا. هنرجع نغطي عليها تاني لحد ما تستوي او تتبخر الميه اللي فيها، وبعد كده نرجع لكم تاني. ودلوقتي بقى هو كده خلاص استوى معايا وبقى بالشكل ده. طبعا بصي بقى تجربيه ازاي تعرفي ازاي ان هو استوى، اضغطي عليه برده تاني كده اهي، هتلاقيها بصي لونها اتغيرت الحبايه نفسها، بصوا بتطلع بقى ازاي. اضغطي عليها برده تلاقيها ايه مستويه كده معاكي، يبقى هي كده ايه خلاص استوى. ما بياخدش طبعا وقت خالص على النار، وفي نفس الوقت سهل وسريع جدا، وحاجه كده ايه خفيفه، ويعني ممكن تستخدميها كسناك، ممكن تخليها. نبدا بقى نغرفها كده في الطبق، هطفي بس عليها الاول وهغرفها كده معاكم. بنبدأ بقى نغرفها كده بسم الله. بصوا بقى شكلها جميل ازاي، يعني انا كنت عاملة حبة صغيرين جدا، دي بقى ممكن تاخديها كسناك، ممكن تاكليها، تاكليها زي ما تحبي بقى، تاكليها بعيش مثلا، تاكليها برز، طبعا جميلة جدا. يعني احنا على طول ما كناش بنعمله اصلا بالقشر بتاعه، بس الوصفة دي بصراحة عجبتني جدا. رحت عند اختي بقى لقيتها عاملاها، حماتها كانت عاملاها وكده، ويعني وقدمتها لنا، طعمها كان جميل جدا بصراحه. اهي كده هننضف طبعا الطبق، هننضف بقى الطبق كده بسم الله. جايبه عندي شويه كزبره بقى وكده نحطهم عليها من فوق، طبعا هنجربها مع بعض كده وتشوفوا طعمها عامل ازاي. جميله جدا بصراحه، يعني انا اصلا ما كنتش متخيله ان احنا عادي ممكن ناكل القشر بتاع الفول اللي هو ده، بس لقيت ان هو بيديني طعم جميل قوي. بصي وتلاقيه طري خالص معاكي كده بسم الله، اهو شايفين بقى شكله طري ازاي، من جوه القلب اخضر لسه فاتح، طعمه جميل قوي بصراحه. حتى الورق بتاعه مستوي، او الجزء الاخضر اللي بيبقى فيه ده مستوي. لا بجد طعمه حلو قوي، ابقوا جربوه بقى يا جماعه، وما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. بس بصراحه حاجه روعه يعني تحفه، احنا ما كناش بنعملها قبل كده، بس لما شفتها لا فعلا طعمها جميل. لو انت حابه حاجه سهله كده وبسيطه وسريعه برضو في نفس الوقت تعمليها وانت قاعده في البيت بتتسلي، يا عايزه حاجه تاكليها، ولادك مثلا جعانين عايزه تاكليهم اكله كده ايه سريعه، عايزين ياكلوا مثلا ومش مجهزه حاجه، ممكن دي تعمليها وعلى السريع كده ايه تروحي مقدمها لهم، هتعجبهم جدا باذن الله. بس لو عجبتكم بقى يا جماعه يا ريت ما تنسونيش ان انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعيل الجرس وتجربوها بقى، طبعا جميله جدا، ممكن تحط لها برده شطه. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.